فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي في ساعتنا فين اكيد كما نحكيو على الرياضيين المتألقين يمثلوا في تونس احسن تمثيل، نحكيو ايضا على زملائنا الاعلاميين المتألقين خارج حدود الوطن. اليوم الاعلامي المتميز زميلنا حسني الزغدودي في قناة دبي سبور عنده حوار مع نجم عالمي كبير باش تعدى اليوم، هو النجم البرازيلي رونالدينو، اكيد نجم برشلونة السابق، نجم بي اس جي، لاسي ميلان، منتخب السامبا البرازيلي كيف كيف، بناخذ عنده اكثر تفاصيل على الموضوع هذا مع عند زميلنا حسني الموجود معنا في المباشر. حسني اهلا بك. اهلا وسهلا، تحيه لك زميلي اسلام، لكل الفريق العامل هناك للمحطه لإكسبريس افام، وفرصه سعيده وحييكم. الله يخليك حسني، مرحبا بك، كل الشرف وكل السعاده لان احنا بوجودك معنا في إكسبريس افام. دونك حبينا نحكيو اكثر على الحوار اليوم اكيد مع نجم عالمي بقيمة رونالدينو، حابين ناخذ عندك أكثر كواليس حول الحوار هذا، أكثر تفاصيل الحاجات اللي كواليس اللي يحبوهم العباد اللي نجموا مش يتشافوا أكيد اليوم في الديريكت قبل ما نجيو الموضوع الحوار أكيد. بالنسبة لي للكواليس طبعا ما يخفاكش اسلام، ماهوش كل يوم تحاور ولا تقابل نجم بقيمة وإشعاع رونالدينيو، اسيس دي موريرا غاوتشو، شهر روني او رونالدينيو غاوتشو، هذا شخصيه متفرده اضافه الى القابه اللي انت اكيد يعني تعرفها وقدمتها، الراجل بطل اسبانيا، بطل ايطاليا، بطل كاس العالم، هز القارات، هز كوبا امريكا، ونال يعني تقريبا جميع الجوائز على الصعيد الفردي، فيفا بلاير اوف ذا يير كافضل لاعب الاتحاد الدولي او البالون دور. يلزمنا ساعات وساعات يعني برامج إذاعية أو تلفزيونية للوقوف عند شخصية رونالدينيو. رجوعا للكواليس، هو شخصية يعني متفردة بمزاج خاص، اعتزل الكرة من 8 سنوات أو حتى أقل شوية تقريبا من 2015، نمط حياة ونمط يعني تصرفات ومزاج روني ابن مدينة بورتو أليجري الساحلية، هو مزاج خاص للقراب من الكرة وللمتتبعين وللناس اللي عندها شغف بالكرة البرازيلية والتوانسة ما شاء الله يعني يعرفوا سأقول يعرفوا كيف من الكرة، وأكثر مغرومين هم على دراية بأنه صاحب مزاج خاص. رونالدينيو طبعا لأول مرة يتحدث لقناة عربية، لقناة رياضية على امتداد 20 دقيقة. الريال هذا كما يقولوا في الخليج الريال ما يتكلمش برشا، هو يفعل على الملعب، وهو من يعني قالوا عنه بفضله أصبحت اللعبة والمستديرة يعني لعبة أجمل، وهذا مش كلامي، كلام بلي وزيدان، يعني المديح والإطراء اللي تقال من لاعبين كبار في سياق ما أنجزه روني سواء في البارسا أو في السانسيرو أو في ملاعب أمريكا الجنوبية أو في أول محطة احترافية له في عاصمة الأنوار يعني باريس، كلام كبير تقال. أنا دائما في موازات نعمل لك في أن باراليل بين إنجاز اللاعب وأيضا مزاج الرجل، هو مزاج خاص خصوصا بعد قوس السجن الباراغواياني، نعرفوه أنه تعرض لصعوبات قانونية إجرائية مع شقيقه روبرتو اللي كان معاه في الانترفيو، وروبرتو معروف أيضا هو المكلف بأعمال رونالدينيو، وقد يكون أيضا واحد من أسباب عثرات روني في فترة ما بعد الاعتزال في كما يقولوا لهنا في الافتر كارير، في ما بعد المسيرة روبرتو هو قائم بكل أعماله. وطبعا قوس يعني المكوث في السجن في الباراغواي ما كان سهل، وهذا يصعب من مهمة كل إعلامي لاحقا في
في عملية التعامل والتعاطي مع شخصية مثل رونالدينو. اختصارا هذه هي الكواليس. انا اعتبر نفسي محظوظ نسبيا متواسى القلائل اللي كان لي الشرف ان شاء الله لا يزال يعني نتصور الوحيد موصل القلائل. نتصور الوحيد موصل القلائل لحد ما فكرش تكون عمل حوار مع رونالدينو. على كل حسني، هل كيفاش تم الترتيبات؟ هل من السهل انك توصل للملاعبي بالحجم هذا؟ والله لأكون صريح معك، وأنت يعني سؤالك في صميم الموضوع وفي الباكستيج، أنت في الكواليس، وأتفهم منك هذه الرغبة باش تفيد المستمعين عبر برنامج فير بلاي في إكسبريس أف إم. الترتيب ما كان السهل، اللي سهل نسبيا أو المساعد هو أنه نتحدث عن مدينة تسمى دبي، وعندنا سوبر ستار قائمة طويلة متاع نجوم في اي بي كما يقولوا، اختاروا الدنيا كما تسمى دبي للإقامة هنا، من روجي فيدرير اللي يقعد تقريبا 4-5 أشهر وينطلق إلى دورات الجراند سلام من دبي ويختار البقاء هنا شتاء، إلى قبل ذلك يعني وين روني حاليا ميتشل سالجادو، سيدو كيتا، كذلك باش ما ننساش ميكايل سيلفستر، وصولا إلى رونالدينو. مسألة دبي مهمة جدا، طبعا ليست في حاجة إلى إشهار مني أو من غيري، لكن الإقامة في دبي والتواجد في هذه المدينة مهم جدا، لأنه رونالدينو تحصل منذ أسابيع قليلة على الإقامة الذهبية هنا في إمارة دبي. أنا بصراحة وباش نلخصها معك، أنا شفته 4-5 مرات، وانت تعرف وقت اللي النجم السوبر ستار حتى لو كان بحجم روني ولا بلي أو فيجو، عندما تتعامل معه إعلاميا 4-5 مرات هذا يسهل العملية. بالتالي بعد ما التقيت به منذ شهر ونصف تقريبا على هامش المشاركة مع مجلس دبي الرياضي في حدث، اقترحت عليه هذه الفكرة لاحقا، واستغرقت تقريبا شهرين لكي تكتمل وتنجز فكرة اللقاء التلفزي المطول الذي يدوم 20 دقيقة وأكثر شوية حول الهايلايتس، حول الكارير هايلايتس يعني ملامح المسيرة، وحول أيضا كوبا أمريكا القائمة حاليا، كذلك عن اليورو يعني أحداث بطولة أمم أوروبا، كيف يرى المرشح لإحراز اليورو يوم 11 جويليا، وأيضا عن مواضيع أخرى ما نحبش نحرق برشا الانترفيو ما نخبيش عليك. أكيد لازم نشوق شوية حتى العباد نحثوهم التوانسة باش يتفرجوا في الانترفيو الليلة. لو كان أهم حاجات نجم نسمعوهم في الحوار هذا، وهل فما ما عاش حتى في الكوليس حكيتوا على تونس، هل عنده علاقة بتونس رونالدينو وحسني؟ والله حقيقة لا، بالنسبة للموضوع التونسي لا، أنا أعرف حاليا أنه في هذه الآونة طبعا على مستوى الشأن العام احنا في البلاد غادي والقلوب دائما مع الوطن ومع البلاد وناس البلاد، ومانيش في حاجة باش نقدم روحي في هذا السياق عبر إكسبريس أفام عفوا. بالتالي يعني البلاد بعرف انها منشغلة مهتمة بالشأن الصحي. على اي حال ان شاء الله تجي الفرصة، وان شاء الله لما لا هذه دعوة عبر برنامجك إسلام، لما لا يعني إمكانية استقطاب النجوم، وهذا جزء من الدبلوماسية الرياضية، نجمو نخدمو في هذا المستوى، لما لا لإمكانية فتح أكاديمية في تونس أو التشجيع على بعض الأكاديميات. أنا أقول لك أنه رونالدينو بصدد الاستعداد والتهيئ لفتح أكاديمية محترفة لتكوين الشبان في دبي، وهذا موضوع في الحقيقة يعني نهتم به حتى تونسيا، واعطيتني فكرة صراحة لمنا نحاول بالتنسيق مع الجهات المختصة
مع وزارة الرياضة لازم تتحرك شوية بيني وبينك مع الجهات الأخرى نستقطب النجوم. احنا عندنا بلاد يعني ساحلية وفي زمن عادي في أزمان عادية من قبل كنا نستقطب يعني مئات الآلاف من السياح في الحمامات في سوسة وغيرها من المدن التي من الممكن أن تكون عالمية بحضور رونالدينو أو يعني أكاديميات ومشاريع رياضية بأسماء نجوم بهذه القيمة. فكرة مميزة جدا. ما عدا ذلك سريعا بالنسبة للمحتوى باش ما نهربش بيك، رونالدينو هو أيضا تم تكليفه سفير شرفي لفعالية رياضة الإمارات في 50 عام، الاحتفال باليوبيل الفضي أو 50 عام عن رياضة الإمارات من طرف الهيئة العامة للرياضة. أيضا المواضيع متاع البطولات القائمة حاليا والعداء بين الأرجنتين والبرازيل ونحن في صميم يعني كوبا أمريكا، منتخبات اليورو، المشاريع متاعه المستقبلية. طبعا موضوع نيمار في البرازيل سئل عنه هناك في الإعلام البرازيلي ولم نتخلف عن الموعد. مقارنات كبيرة بينه وبين نيمار جونيور نجم البي اس جي حاليا، وحتى في وقت ما يعني أزعجت هذه المقارنات. و طبعا النوكامب والبارسا لأنه دائما يبقى سفير فوق العادة للفريق الكتالوني، وبالتالي موضوع البارسا هو ذو شجون عندما يكون أمامك روبرتو دي أسيس، موريرا، شهيرا، رونالدينو، غاوتشو. ما دام حكيت على الكوبا أمريكا حسني، نعرفك أنت عاشق ومغروم برشا للمقابلات اللاتينية هذه، شنو هي رؤيتك للمقابلة الكلاسيكو؟ أكيد ما فماش أفيش خير من هكا البرازيل الأرجنتين. معناها تقول أنت سلام عاشق ولهان يعني من هذا الصنف يعني. حسب معلوماتي ومتابعتي ليك في بالي هكا ولا؟ صحيح صحيح، يعني قمت بتغطيه 4-5 نسخ من كوبا أمريكا سواء عبر التلفزيون التونسي او عبر اتحاد اذاعات الدول العربيه. صحيح صحيح. اي دونك لازم يستغل الفرصه. دونك انا بعرف يعني بعرف دقه اسلام المدب على مستوى طرح الاسئله والخلفيات. بعرف الله يخليك. امزح معك صديقي العزيز. هذه مباراه مرتقبه اكيد من كل العالم، لا تشبه المباريات الاخرى كابتن. فما اللي يسميها كلاسيكو الارض، النهائي الحلم لدى البعض الاخر. يجب ان نقول يعني ثلاثه نقاط سريعه حسب رايي. هذه بطوله ما ننساوش ينظمها البرازيل للمره الثانيه في اقل من عامين، هذا قد يعطيه اسبقيه بعد ساعات عندما يلاقي الغريم التقليدي التانجو. كوبا ايضا تقام للمره الرابعه في اخر 6 سنوات، الدوريه غير منتظمه متبعثره، افقدت المسابقه الكثير من المصداقيه والاشعاع. هذه نقطه اولى مهمه يعني لازم نقدموها للامانه الفكريه. النهائي هذا زاد يجي بالنسبه للبرازيل كابتن يعني في سياق ذكريات حزينه. لازم نعرفوا انه كل ما يبدا شهر جويليا، وهذا يعني مش كلامي، كلام الاعلام البرازيلي حتى مع من يعني تحدثت معهم في ساو باولو في ريو، يقول كل ما يبدأ عنا جويليا يعني نصاب أو نصاب بالإحباط. نحكيه 7 سنوات بعد ذكرى السباعية، السقوط بالسبعة من المانشافت الألماني، وحتى كان ألمانيا ما تلعبش كوبا أمريكا الحين ومش موضوع حديثنا. وأكد لك أنه مع كل بداية شهر 7 البرازيليون تصابهم يعني عقدة المباريات النهائية وعقدة ماتش بورتو أليغري. قول أنتي ميسي باش يحفظ ماء الوجه؟ والله يمكن، رغم أنه النقطة الثالثة والأخيرة ليست كذلك، ليست في مصلحة ميسي، هذه عقدة البرازيل. لكن المشكل أستاذي الكريم عندنا عقدة أخرى، عقدة الأرجنتين والنهائيات، لانه فعلا الحديث يعني ذو شجون في سياق هذا النهائي. اذا كان جويليا اصبح نوع من الكابوس للبرازيليين، فانه الفاينلز هذه المباريات الحاتمه هي ايضا عقده للتانجو. لازمنا نعرف ان الارجنتين خاسره 14 دور نهائي في كوبا امريكا، 10 في الصيغه القديمه عندما كانت بطوله الامم، وبعد 67 اصبحت كوبا امريكا.
ايضا الارجنتين خاسره كات فينال، يعني ما لا يقل عن 4 فينالات في اخر 6 نسخ من الدوره. نزيدك نهائي العقد معناه. نهائي العقد معناه بالضبط بالضبط. اسلام هذا امر مهم. وقت اللي تخسر 4 مباريات نهائيه في اخر 6 نسخ وتستعد لنهائي في استاد ماني غارينشا في البرازيل رغم انه سيدور في غياب الجماهير، لكن العقده الذهنيه موجوده ولا غبار عليها. وقت اللي تخسر مرتين، نعطيك اكثر، يعني عندما تشرب من تلك الكأس المرة متاع ركلات الترجيح في مناسبتين متتاليتين 15 و16، هذا يخلي يعني جراحة عميقة في اللاعبين. هذا أيضا لاوتارو مارتينيز يوم أمس فقط على شبكة ESPN تابعت اللقاء المطول اعترف به، يعني لاوتارو مارتينيز والذي عليه يعني تلقى آمال كبيرة في الخط الأمامي للتانجو. صحيح أنه لاوتارو مع ميسي هذا هجوم ضارب، صحيح أيضا أنه اللمسات الحاسمة والجاهزية متاع ليو ميسي موجودة في كوبا أمريكا وكأني به في مهمة ثأرية، لكن أعتقد أنها صعبة أيضا للأرجنتين. وأرشح على أي حال في هذا النهائي المفتوح أرشح السليساو لإحراز اللقب العاشر في خزينته في كوبا أمريكا. الحديث ذو شجون معاك حسني، تسمح لي باش نحرجك ونطلب منك نحكي مرة أخرى بعد الكوبا على المقابلة على النهائية إن شاء الله. حاضرين يعني طلب عزيز، ويعني حاضرين نحن مع البلد، لا يمكن أن نقول لا يا كابتن، وأنت جزء مثل إكسبريس أف إم جزء من البلد، وطبعا حاضرين للطيبين إن شاء الله. الله يخليك، شكرا لك حسني الزغدودي، سعيد جدا بتدخلك معنا اليوم، كنا حكينا على حوارك اليوم إن شاء الله في دبي سبورت، نجم تتابعوه أكيد اللي يسمعوا فينا الكل، مع النجم العالمي رونالدينو وجاوش، وأيضا حكينا على نهائي الكوبا أمريكا بين البرازيل والأرجنتين. فاصل إشهاري وبعد مواصلين حتى للخمسة.